عليهم الصلاة والسلام على الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوة الكرام، أساتذة، باحثون، مركز البحوث، مركز الشهاب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ بذي بدء، اسمحوا لي أن أتوجه إلى رواد هذا المتحف المركز لشكرهم على هذه التظاهرات العلمية والبحثية التي أعطونا هذه الفرص باش نلتقي فيما بيننا نتدارس هذه المواضيع الهامة. بالنسبة لي إذن فلسفة الرياضيات، أولا أشكر الأستاذ حليتيم على أنه قدم مقدمة يعني مدخلا قيما وأراحني يريحني يعني في تقديم يعني أشياء ربما تعود إلى هذا المدخل، ولذلك سأمضي مباشرة في الموضوع. والموضوع إذن فلسفة الرياضيات، أولا مقدمة حولها، يعني العلاقة بين الفلسفة والرياضيات، ثم نتحدث على بعض التساؤلات والمدارس التي نشأت ضمن هذه العلوم. ثم اخترت من بين هذه التساؤلات العديدة يعني مسائل، بعض المسائل الفلسفية على العموم، ذكرت يعني بعضها مش كلها. ثم من بين هذه المسائل اللي ذكرت بعضها فقط، اخترت منها مسألتين للتفصيل فيها نوعا، لأن ربما الوقت لا يسعفنا كثيرا. وثانيا كلها مسائل شائكة في الحقيقة، كلها مسائل شائكة. أولا بالنسبة للعلاقة بين الفلسفة والرياضيات، معلوم يعني في الحقيقة معلوم أن هاتين المادتين التقتا عبر التاريخ، منذ مثلا فيما يتعلق بالرياضيات ربما يقولوا احنا ذوك ثقافتنا تقريبا راهي ثقافة الغربيين، يعني المراجع تقريبا كلها وأكثرها غربية، يقولوا هذا الانطلاقة كانت منذ طاليس دوميني اللي كان فيلسوفا في نفس الوقت عنده آثار في الرياضيات. بعدها جاء فيثاغورس دار مدرسة كاملة وأسس مدرسة يعني عقائدية حول العدد. بعدها جي العصور الذهبية تاع الفلسفة اليونانية، سقراط وتعليمه للرياضيات بصفة تلقائية عن طريق ما يسمى بالمايوتيك يعني التوليد. يجي أفلاطون تلميذه بنظرية المثل التيوري دي فورم، يعني وعنده كلام في هذا الموضوع نتاع الرياضيات. يجي تلميذه الآخر أرسطو يعارضه، جينا بنظرية أخرى ومنظور آخر، إلى أن ينتقل الأمر إلى الحضارة الإسلامية. وفي الحضارة الإسلامية كذلك إبداع، يعني ربما أشير إلى بعضها فقط. ربما أشهر رياضيين في ذلك الوقت هو الخوارزمي، واللي بقى اسمه يداول إلى يومنا هذا عن طريق ما يسمى بالزالغوريثم، الخوارزميات. كاين مسألة عويصة كانت المسلمين العلماء المسلمين يستعملوها من أجل البرهان على وجود الله، اللي هي يقولونها مسألة الدور والتسلسل. الدور والتسلسل بصفة مختصرة، الدور هو أنه يعني كي تقول ما كانش خالق وتقول لكل شيء سبب فتتبع الأسباب تتسلسل فيها إلى ما لا نهاية. إذا كان تمشي إلى ما لا نهاية وتبقى إلى ما لا نهاية، أنت الآن تكون غير موجود. لماذا غير موجود؟ لأن باش تجي من لا نهاية للآن شحال يلزمك، وبالتالي يقول لك بطلان التسلسل. وبالتالي إذا كان فيه نقطة بداية، إذا كان فيها نقطة بداية ولا لا تعترف بخالق، عندئذ من هذه النقطة تاع البداية هي التي تتسلسل عنها وتمشي من الطبيعة إلى الطبيعة، وبالتالي الطبيعة تخلق نفسها، فهذا دور. وهذه مهمة جدا، ولو استعملها المسلمون في
البرهان على وجود الله، إلى أنها عندها أبعاد حتى في العصر الحديث بصفة أخرى طرحت في إشكالية ما يسمى بأزمة الأسس تاع الرياضيات اللي اخترت أن أتكلم عليها فيما بعد، ونشوف كيفاش عندها علاقة بالدور اللي أصبح يسمى بدون علاقة بما أثاره المسلمون يسموها لوتو ريفيرونس، سيلف ريفيرونس، سيلف ريفيرونس. طبعا زيد المسألة هذه مشات عند ابن سينا يقول الشيخ الرئيس يتكلم فيها مليا، وأنا في الحقيقة دفع لها محاضرة مرة على الشيخ الرئيس في جامعة باب الزهور حول هذا الموضوع على أسس الرياضيات، لأن كانت عندها علاقة فلسفية. نسيت شوية الاسم اللي تاع الموضوع اللي طرحه بعد ذاته ما حضرليش الآن. بعده كاين ما ممكن نذكر الغزالي اللي راح يتكلم عليه في الأستاذ الكريم، أنت يقول لك كيفاش أول مراتب اليقين، أول مراتب اليقين هو الشك. هذه مسألة مهمة جدا اللي يعاود ياخذها ديكارت فيما بعد، ولكن اللي يهمني أن أذكره الآن حتى لا نتدخل في المواضيع هو أن الغزالي أبو حمد الغزالي الأهمية تاعو أيضا تبدو لي في فكرة النسبية، نسبية المعرفة، نسبية المعرفة اللي أتى بها في مرحلة في رحلته من الشك إلى الكشف، من الشك إلى الكشف. وين النسبية تاع المعرفة؟ هو كاين حينما يلغي الحواس لأنها نسبية ما تعطيش في الكمال المطلق، يروح حتى للعقل، والعقل كيفاش يبطله؟ يعني يبين بلي راه ناقص غير كامل، يقول أنك في المنام تشوف أشياء كأنك في الواقع. متى تدرك بأنك راك في المنام؟ حتى تكون في هيئة اليقظة. يقول لك إذا حولك الفكرة تاع النسبية والمقارنة، يقول لك ما يدرك أن في هيئة أخرى أعلى من هيئة اليقظة تكون كما هيئة اليقظة بالنسبة إلى هيئة اليقين. والأهم علاش مرض هو؟ لأن وجودها أنها حقيقة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، معناها رانا في حالة تقبل تشبه في الدنيا أنا كأنها تشبه المنام. فنسبية المعرفة مهمة جدا، وهذا أيضا اللي تقول به فلسفة الرياضيات، أن المعرفة مهما كانت دقيقة تبقى دائما نسبية غير مطلقة. وهذا اللي ربما راح تكون نقطة جوهرية في هذه العرض. طبعا هذا بالنسبة للمقدمة. الآن تساؤلات ومدارس. تساؤلات نقول لك كاين كثيرة، من بها هذه الأولى اللي راح نتكلم فيها ناخذها كمثال، اللي هو ما يسمى بالرياليزم ماتيماتيك ولا الرياليزم باتوليسيان. يعني معناها أن المصطلحات الرياضية والاكتشافات الرياضية ومنها الأعداد حالات لها وجود ذاتي مستقل عن اختراع ولا اكتشاف الإنسان، معناها كائنات مخلوقة كما أنا مخلوق، فهمت؟ والإنسان هو الذي يكتشفها فقط. هذا هو الرياليزم. من جابها أول من عند بيثاغور، المهم راح نفصل فيها ما كثرش فيها. التساؤل الثاني مرتبط بأزمة الأسس، هذه مشهورة، لكن اللي مش مشهور فيها هو أننا نذكر في التاريخ أن فيه أزمة حقيقية وقعت الرياضيات وبعد تنسيناها، الأمور تمشي كأنه شيئا لم يكن، ما شفناش البعد الفلسفي نتاعها. البعد الفلسفي نتاع أزمة الأسس قليل من يتكلم عنها، وعندها أنا بالنسبة لي عندها علاقة وطيدة بالإيمان، وهذا ربما اللي ممكن نضيفه إلى هذا المخبر الفتيل إن شاء الله يكون غزير بالمعلومات. مخبر كيفاش؟ مخبر البحث الداروينية. البحث الداروينية. نظريات. طيب. كاين تساؤلات أخرى ثانية مهمة جدا ربما نتطرق إليها، تساؤل عن تأثير المجرد المعنوي على الواقع الحسي تاع الرياضيات. كيف يعني أمور مجردة وأحيانا يعني أنت راك تبحث
وبدون ما تفكر في الواقع، ومن بعد هذيك النظرية تخرج تكون عندها تطبيقات واقعية. شو السر هذا اللي فيها؟ ما السر هذا اللي موجود هنا في هذه الرياضية؟ هذا ثاني طرح فلسفي قوي جدا جدا. تساؤل آخر، تساؤل آخر، تساؤل، التساؤل الأخير، جعل غاليلي يصرح بأن الرياضيات هي لغة الطبيعة. ما عندهاش علاقة هذه، ما قريتهاش. تساؤل عن تأثير المجرات المعنوي على الواقع الحسي، ما الذي يجعله كذا كذا؟ أيوة، عالم المجرات وعالم الجزئيات، الصحة، الاقتصاد وغير ذلك، يعني معناها تطبيقات كل شيء. المهم الرياضيات لأنها تغطي كل المجالات وتعالج الإشكالات. شو هذا السر هذا؟ لأنها مجردة بينما هذا واقع محسوس. فالطرح طرح فلسفي، الواقع واقع ولكن الطرح طرح فلسفي. وكون أن الرياضيات في الحقيقة راهي وراء الطبيعة وتحل هذه الإشكالات، هو جعله يقول باللي في الحقيقة هذه الرياضيات هي لغة الطبيعة. تساؤل آخر حول حجية الرياضيات وطرق استدلالاتها، لماذا وكيف يمكننا القول بأن الفرضية الرياضية صحيحة؟ يعني البرهان الذي يتقدم فيه، يعني هنا الفلسفة، الفلسفة هنا تدور حول يعني البرهان هذا علاش صحيح؟ كي تقول صحيح علاش صحيح؟ ما هي صحته؟ هذا ربما يرجعنا إلى التساؤلات حول أساس المنطق. المنطق أساس المنطق هو جاي من عند يعني عرفه أرسطو عن طريق ما يسمى بالمنطق الصوري اللي هو السيلوجيزم. وشنو السيلوجيزم؟ باختصار هو المقدمات تتبعها نتائج تعتمد على تلك المقدمات. إذا كانت المقدمات صحيحة فالنتائج صحيحة بناء على المقدمات. فمعناها إذا كان المقدمة الثانية غير صحيحة النتائج تكون كاين صح، بصح لا، بين المقدمات والنتائج هذاك هو البرهان، هذاك هو البرهان. برهان يبقى دائما صحيح، برهان بينهما يبقى دائما صحيح، إنما على حسب المقدمات تكون النتائج فقط. وبالتالي فيه فلسفة، والرياضيات هذا هو إشكالها، إشكالها أنها من فرضيات تستنتج يعني تستنبط تستخرج فهمت امور اخرى، امور اللي هي مثبته، هذا هو الاثبات تاعها. لذلك تسمى ايبوتيتيكو ديدكتيف. ايبوتيتيكو معناها فرضيه، تفرض اشياء ومن بعد تتسلسل عنها باي طريقه باي منهج، هو المنهج الاستنباطي سي لا ديدكسيون، تخرج اذا بنظريات اخرى. هذا هو المنهج نتاعها العام يعني لو ساتور. فيها كلام طويل وكبير وعريض، وانما هذا هو الصوره العامه. فالتساؤلات الفلسفيه علاش هذا صحيح الى غير ذلك. تساؤلات مثلا ثاني الاخير هذا راح اذكره، تساؤل عما يميز علوم الرياضيات عن الايمان والعقائد. هذا بالحقيقه انا اللي طرحته، ما شفتوش انا في الاخر. علاش؟ لان مرتكزات الرياضيات هي المسلمات، هي هذه الاسس تاعها. طيب، وهذه الاسس هي مثل ما يسمى ثاني في اللي ذكرها الشيخ حريتيم، مثل ما يسمى ما نستعمله في المعادلات. واش نستعمل في المعادلات؟ مثلا التفاضليه ولا الجزئيه، ذات المشتقات الجزئيه الى ذلك. نستعمل ما يسمى بلي الشروط الابتدائيه. بناء على الشروط الابتدائيه يكون التطور هذاك ويجي ثابت صحيح سليم، ولكن بناء على هذه الشروط الابتدائيه. اذا تغير شويه الشروط الابتدائيه يتغير المسار، وهذا هو ما يسمى بليفي بابيون. ليفي بابيون تاع لا تيوري دو كاو، فهمت؟ ليفي بابيون معناها اذا كان الجنحين تاع الفراشه دير ذبذبه هكذا صغيره، ممكن كما طرح المشكل هذا، طرح المشكل، ممكن انها تحدث اعصار في مكان اخر. يعني من ذبذب بسيطة، فمعناها إذا غيرت شوية في الشروط الابتدائية، تغيرت منها غير شوي بعد غير شوي، ممكن الخطأ يكون كبير فيما بعد بمثابة يعني كيفاش يقولوا المراقبة. فهنا فيه إشكال، فالإشكال أنا كيف سميته هو
أما تتميز عن الإيمان والعقل، كيف تتميز؟ هي مبنية على مسلمات، ما اعتقدت في هذه المسلمات بنيت إيمانك عليها، تأمنت بها. صح، تقول لي أنا حينما أجد ما يخالفها راح نبدل هذه المسلمات. صحيح، هذا هو العلم، كما دير لي تيوري سيونتيفيك. وهذه سي عدوان خليني نسلم ليها. توماس كون يقول راك في النظريه العلميه حينما يجيك ان باراديغم جديد عندئذ تغير، تجيب نظريه اوسع منها، بصح وقتها تغير حتى يجيك ما يخالفها. اما كما يكونش المخالفه هي النظريه السائده، هكذاك في الرياضيات المسلمات هي السائده حتى يجي ما يخالف او ما ينقصها. فهمت؟ احنا مثلا في كل الجامعات العالميه أنا نمشي على مبدا نتاع مسلمات معينه اللي هي زد اف سي، زد زير مولو اف فرانكلا سي لاكسيون دو شوا. فهمت؟ رانا قابلين بها، بصح كاين نظريات اخرى لا تقبل بلاكسيون دو شوا وهي رياضيات مثلا. كيفاش؟ لكن راهي ماشيه بصفه عاديه. كيفاش؟ اذا الطرح الفلسفي، احنا ننكر الايمان كعقلانيين، او بصح انت ثاني راك مقيم على ايمان، اذا وراه الاشكاليه نتاعك كيف تفسر هذا الامر؟ هذا انا نطرح في السؤال فقط. طيب، هذا هي بعض الاشكالات، وحتى ما نضيعش الوقت قلت نروح نختار بعض المواضيع. وقبل هذا، نظرا لهذه التساؤلات المتشعبه خرجت مدارس متعدده، كل مدرسه تحاول ان تعالج هذه المسائل الفلسفيه وهذه الرؤى بطريقتها. فهمت؟ كاين المدرسه الشكليه اللي تزعمها واحد زعيم يعني بكل صراحه يعني في الرياضيات يعني معروف دافيد هيلبرت. المنطقانيه ثاني واحد اخر اللي تزعمها اللي هو برتران ريشل، فهمت؟ معروف في الفلسفه اللي هو اللوجيسيزم. الحدسانيه الانتويسيونيزم كثير بلوير، ولكن دي شهرها اكثر هو بوانكاري، اوري بوانكاري. البنائيه صح موجوده في علم النفس بياجي اكسترا الكونستركتيفيزم، بصح في الرياضيات ثاني موجوده. الاخرى كاع هذه المجموعات هي لا تيوري دي زونسومبل اللي مبنيه عليها لي مات مودرن. ايوا صح، بصح هي مسلمه صح انا مامنين بها وماشيين عليها، ولكن فيها اشكالات من بينها لا كريز دي فوندمون خرجت فيها. كيفاش خرجت فيها؟ دي راح نتكلم عليها. طيب، هذه هي النظره العامه، هذه بعض التساؤلات خاصه الحديثه منها، ما راحش للقديم منها، عينه فقط. الان ناخذوا مسالتين نحاولوا نفصلوا فيها. هكذا سيدي متفاهمين؟ هيا بسم الله. المساله الاولى هي مساله الاعداد. على بالكم باللي الرياضيات بدات بالاعداد، اول اكتشاف. وهنا باش نرجعوا شويه للداروينيه والموضوع هذا يعني بين قوسين برك، فهمت؟ كاين كتب كثيره في تاريخ العلوم تتحدث على نشاه الاعداد، كيفاش نشات الاعداد، كيف نشا هذا الحساب. ولا تجد كتاب في تاريخ واش ندير الله راني درتها حالا، ولا تجد كتاب يشير الى الايات القرانيه يتكلم عن الحساب وكيفاش بدا. وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من الله ولتعلموا ايه اذا العدد. ها رب العالمين قال كيفاش راك تعلمتوا، ولا كتاب يتكلم عليها. وكان ايات اخرى ولا لا؟ واش يقول لك؟ يقول لك الانسان البدائي ربما قبل ما يعرف يتكلم وكان يتأتأ ويوهي برك، فهمت؟ بدا يحس يشعر. باش يشعر؟ يشعر كانه فيه واحد، لان يشوف روحه هو واقف وحده في الزواحف والحيوانات اللي تمشي على بطنها واللي تمشي على رجليها ولا غير ذلك. وزاد لاحظ ثاني شاف زوج حوايج، زوج 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 المراه والراجل، السماء والارض، احساس برك. قال لك ما عرف يحسب غير واحد وزوج، ماشي يحسب، يحس برك.
اما الثلاثه هذيك الثلاثه هذيك هي لا فيني تاعو الثلاثه هي لا فيني. والدليل كي جات اللغات مثل العربيه مثل اللاتينيه اليونانيه خاصه اللغات القديمه فيها ثلاث حوايج في الصرف تاعها، فيها المفرد فيها المثنى وفيها ايه لو بليزيور، فهمت؟ لو بليزيور الجمع كثير 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 وخلاص. كيفاش مثلا في الفرنسيه ان دو وكاين تروا ياك، مي تروا عندو علاقه بطري وطرو وترونس بزاف. لونجلي كيف كيف صوني هذا عندي ولا وقليل من الاخرين ثله ثله له عنده يعني بليزيور لانفيني. بكري كان في ثلاثه من بعد بدا يتوسع. اذا الاشكاليه كانت في الاعداد، الاعداد يعني نروحوا مباشرة سي بيتاغورس اتخذها عقيدة، دار مدرسة حولها. هذه المدرسة واش تقول؟ تقول باللي كل شيء راه عدد. علاش؟ لأننا نشوف أشكال، هذه الأشكال مربعات، مثلثات، مستطيلات، دوائر، فهمت؟ وعندها أطوال، عندها مساحات، عندها أحجام. إذا كلها تتحسب هذه بلاد ترجع للأعداد. وثاني ما كانش حاجه في الدنيا ما فيها الشكل، اذا كل شكل له ارتباط بعدد من الاعداد، الا انهم كانوا لا يؤمنون الا بالاعداد الطبيعيه. هرجهم العدد جزء اثنين قامت القيامه، فهمتي باش. المهم اذا امنوا بالاعداد على اساس انها اشياء موجوده في الطبيعه يعني بصفة مستقلة عن الإنسان، بمعنى لم يكتشفها الإنسان إنما الإنسان اكتشفها ماشي اخترعها وابتدعها. هذا هو شحال يقول. يجي علاش تسمى بلاتونيك رياليزم بلاتونيك؟ باسكو أفلاطون هو تكلم على نظرية المثل. الحقيقة ماهيش هنا، هذه ظل الحقيقة بالنسبة لي، إنما الحقيقة الحقيقية هي في المثل، ومن المثل العدد وهكذا، فهمت؟ ثم الحقيقة الى غير ذلك. المنظور الفلسفي نتاع المدرسه الفيثاغوريه اللي تكلمنا عليها، ايوه. الان نقدر نقولوا كما قال فيثاغورس كل شيء عدد، الان نقدر نقولوا ثاني كل شيء عدد. علاه؟ ماشي كل شيء يرجع الى ترجمته الى النظام الثنائي هذا الزوجي، نخرجوه في الكمبيوتر، فهمت؟ كل شيء حتى الصور حتى كذا، ونستعملوها في الصحة، نستعملوها في السماء، في الدراسات. كاين نظريات لا تدرس فيها الطبيعة إلا بالرياضيات فقط، ما تقدرش توصلها إلا بالرياضيات فقط. إذا نقدر نقول كذلك في عصرنا الحديث أن صح الأعداد راهي في كل شيء، راهي تقريبا راهي وراء كل شيء. كذلك أكثر من هذا كله هو أوضح قوله عز وجل، فهمت؟ وأحصى كل شيء عددا. إذا الأعداد راه في كل شيء وراء كل شيء. هذا الطرح نتاع الأعداد على أساس أنها موجودة مستقلة عن الإنسان. الآن المسألة في الحقيقة عندها الطرح الثاني. الطرح الثاني وهي انها محل ابداع تاع الانسان. علاش؟ اولا كل النتائج العلميه مهما كانت في الصحه، في البيولوجيا، في الرياضيات، في الفيزياء، اي اكتشاف يرد الى صاحبه. ها نقولوا له تيورم دورول مثلا، نقولوا التيورم تاع فلان هو اللي داروا هو اللي داروا هو اللي ابدعه، نقولوا له باسيل دو كور في الامراض، فهمت؟ في الامراض واش عارف نقول، لكن يعني كل حاجة تكتشف نرجعها إلى صاحبها على أساس أنه هو صاحبها هو اللي اكتشفها، معناها عندها علاقة بالإنسان، هو الذي ابتدعها، ماهيش موجودة بصفة مستقلة. نقول لو برينسيب باغ إكزومبل دي زينبير، فهمت؟ نقول لا تيوري دينشتاين، وهكذا كلها إبداعات ما عندهاش وجود مستقل. كاين مثل شائع في الرياضيات هو في القرن التاسع عشر، التاسع عشر ياك، التاسع عشر والعشرين،
كاين هذا كونتور تلميذ واحد كرونيكر، كرونيكر هذا كان رئيس مجلة تاع الرياضيات، وكرونيكر هذا أبدع، نقولوا أبدع، أبدع نظرية اللي هي نظرية المجموعات، منو اللي ولات هذا لي مات مودرن أون كيكا سورت. في الأعداد كاين الأعداد الطبيعية، ومن بعد كاين أعداد متعددة الكسرية مثلا، روح 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 روح، هو راح بعيد، راح بعيد إلى ما يسمى ب الأعداد العابرة للمتناهية، لا متناهية إلى لا متناهية، للنمبر ترانسفيني. مثلا كيما عدد الأعداد الطبيعية تروح من واحد وحسب حسب حسب هي ما لها نهاية، بصح كي تروح للأعداد الحقيقية اللي فيها الكسور واللي فيها الجذور واللي فيها 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 فيها، تلقى باللي العدد نتاعها أكبر من العدد نتاع الطبيعية. فقال إذا ممكن نسمي هذا الأعداد أعداد ما بعد العابرة للطبيعة. نظر ليه الشيخ تاعو وما قبلش يطبع المقال تاعو، يعني هذا صاحب النظرية، قالوا شوف، قالوا الأعداد الطبيعية خلقها ربي، أما هذه الأعداد تاعك هذو تاعك دير بهم واش حبيتي، ما نستعرف بهم، هذو الإبداع تاعك. ولكن اللي يهمني أنا درك ثاني كاين واحد الشهادة أخرى، هذا تاع غروتيندي، هذا أشير ليه بزاف. لماذا؟ أولا الحديث هذا غير كي مات، والسيد هذا كان أباتريد وعاش في فرنسا وأبدع في الحقيقة، أبدع في 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 في, في البحث. وش يقول؟ هو شاف بلي هذا الرياضيات والبحث العلمي بصفة عامة صح عنده فوائد، مثلا الصحة فهمت تنقذ كثير، ما أنقذت كثير من البشرية، فهمت كيفاش؟ يعني وعدة أمور، عدة مجالات، وتوسعنا ورانا تقدمنا كثير، لكن في نفس الوقت هذا البحث العلمي جابنا مساوئ وأزمات، مثل مثلا الحرب في فيتنام، وراح زارها. من هنا بدا يتساءل، ولا شاف بلي الحضارة الغربية في الحقيقة والبحث العلمي فيها ماشي للهاوية، وبدا فصل نفسه على هذا البحث هذا كامل، وعاد يمشي في الأوساط العلمية ويدير محاضرات ويبينهم على أساس أنه يا ناس فكروا هذا البحث راكم ديروا فيه هل يخدم المجتمع أم راه يزيد يغرق في الحضارة تاعنا. حتى مات وخلى كتاب يقول له ريكورد السماي، يعني الزرع والحصاد، دار فيه تجربته. من بين هذه التجربة يقول أنا حينما أبحث نمشي إلى غوار البحث، صح يعني عنده مقالات مهمة جدا، يقول أنا نشوف بلي راني كي نلقى حاجة في الحقيقة راني نشوف بلي راهي موجودة، ولكن أنا راني نحيلها في الغبار ونحاول ندقق النظر ونشوف، بعد نبدا نعبر عليها بتعبيرات نتاعتها من الأول حتى نحيط بها، ومن بعد باش ندركها مليح مليح ونعطي لها الاسم الحقيقي نتاعها. معناها موجودة، ما عليك إلا أنت تجتهد وتكد وتجد باش تلقاها. هذه النظرة اللي تخالف اللي يقولوا بلي في الحقيقة كاين إبداع، لا كاين اكتشاف، ويقول كاين اكتشاف ما كاينش ابداع. المهم موش انا هنا باش نفصل في الامر، وانما في طرح فلسفي، وهذا الطرح الفلسفي هو طرح ما بين الله اكبر، ما بين ما يسمى بالخلقيين والتطورين، ويبقى اشكال مطروح ان شاء الله يكون له نظره اخرى في المخبر هذا. طيب هذه المساله الاولى، بقات لي المساله الثانيه عليا نقولها باختصار لان عندي قر خمس دقائق. كيفاش راح نقولها؟ هذه ازمه الاسس، والله هي الهامه، كان المفروض هي اللي نبدا بها. ازمه الاسس بدات كالاتي: اقليدس في وقته جمع الرياضيات اللي موجوده في وقته وبناها على ما يسمى بقواعد اساسيه، وانطلق منها ودار البراهين. هذيك القواعد الأساسية هي اللي نسموها الأسس، ما راحش نقل فيه باش أختصر الكلام. هذيك ومن بعد بالهندسة نفس الشيء، دار لها قواعد وبنى عليها، تسمى الهندسة الإقليدية. بقات الناس في كل الحضارات من وقته إلى غاية القرن التاسع عشر هي الهندسة الإقليدية، هي الهندسة وخلاص، ما كاش هندسة أخرى. حتى جات تساؤلات حول إحدى المسلمات نتاعها اللي هي تاع الخطان المتوازية.
خطر متوازيا كما ذكرنا مره في واحده محاضراتي، واحد راه خبير في هذا في مجال الهندسه اللي هو زغيم، ان ابن العربي الفقيه عرف ما معنى الخطين المتوازيين. هو معروف الخطين المتوازيين، شو كيف عرفهم؟ قال الخطان المتوازيان هما خطان لا يلتقيان ابدا. هذا هو الخطان المتوازيان، لا يلتقيان ابدا، هذا ما كانش جديد عليه. واذا التقيا فلا حول ولا قوه الا بالله. هذا الاشكال. بصح هذا الاحساس تاع رجل رياضي، لان كان رياضي في نفس الوقت وفي نفس الوقت مؤمن، خلاه كيقول ابدا، واش عرفت انت بعد ابدا انت؟ فلذلك قال ولا حول ولا قوه الا بالله، كم درت. ويجي الوقت في القرن 19 ويعطي له الحق، يعطي له الحق. نعم، لماذا؟ لان بنيت هندسات اخرى تسمى الهندسات غير الاقليديه، بنيت على عكس هذا المسلم تاع المتوازيات، ان هندسات فيها المتوازيات هي تتقاطع. هنا في المتوازي ما يتقاطعوش، هنا يتقاطع. وكاين هندسات اخرى ما كان فيهاش خلاص المتوازيات. وبعد تسالوا الناس قال لك الكون تاعنا على اي هندسه قائمه؟ واينشتاين يبدو انه اقام نظريته على الهندسه اللي ما فيهاش المتوازيات، هي الهندسه الكرويه. وهكذا. اذا كي وقعت هذه الاشكاليه بدات الناس تتساءل، وبدات المدارس. بصح اللي زاد الطين بله هو ان كي ناضت هذه النظريات الجديده تاع المجموعات، بدا يمشي خطوات خطوات، اوب تخرج مفارقه. واش المفارقه؟ في الرياضيات ما يلزمش يكون التناقض. التناقض هو عدم، هو الجن تاع يجنن منه الرياضي، كما الاديب في النحو. اذا كان في خطا نحوي هذاك نفس الشيء. هو المفارقه، انك شيء يتكلم بالشيء ونقيضه مع بعض. شيء ونقيضه غير، هذا غير مقبول في الرياضيات، يا اما خطا يا اما صحيح. فاذا به وجدوا مفارقات ما كناش ندخل فيها، ولكن اذا حبيت نعطي مثال بسيط مفهوم جدا، هو ما يسمى بدائره السوء. كيفاش دائره السوء؟ مثلا الذي يتخذ الهه هواه. كيفاش معناه يتخذ الهه؟ يعني يرجع الى محيطه، الى نفسه، دائر في نفسه، داخل في دائرة السوء. هذا هو دائرة السوء. كاين دائرة السوء هذه نفسها في 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 هذه القضية، هذه في القضية نتاع البارادوكس، وهذا اللي يسموها السيلف ريفيرونس. هذه هي السيلف ريفيرونس، هذا هو مسألة الدور. هنا الدور اللي جاي، كيفاه جا الدور هذا وكيفاش تحل، والله كيفاش شبه الحل نتاعو. نهض دافيد، اجتمعوا الرياضيين عبر العالم، مؤتمر دولي سنة 1900 في باريس، يا ناس هاهم 23 مسألة كبيرة عويصة نتعاونوا عليها نحلوها، من بينها مسألة ما يسمى بالاتساق لا كونسيستونس. واش هي؟ قال الرياضيات تحتاج إلى بناء أسس بحيث أنه لا تصادف أي مفارقة فيما بعد. هذا هو الإشكال، لأن باش نبقاو هكذا في الحالة هذه غير ممكن. لازم تأسيس الرياضيات على أسس بحيث أنه لا نصادف أي مفارقة فيما بعد. يجي واحد من تلاميذهم في 30 سنة من بعد هذا المؤتمر، في سنة 31 بالضبط، واحد يقول له كيرت جودل، يقول لهم يا ناس راكم قاعد تعبوا في روحكم، ما كان حتى مسلمات تبنيها في البداية مهما كانت محكمة، تجيب العقول نتاع الدنيا كاملة، إلا وتخرج من رحم هذاك المنظومة المسلماتية، فهمت؟ مفارقة من المفارقات. خلاص هبطت العقول. زلزلت الرياضيات. زلزلت معاها. ينوض كونت هو ثاني رياضي، البكالوريا تاعو ماتيماتيك. قال لهم هذا انتقام من الله، ظنيتوا بلي عندكم اليقين، ما عندكمش اليقين المطلق. هيلبرت مسكين سيرو ديزاستر. واش دير دوك؟ ايوا سكتوا عليها. قال لك بصح هذا كورت كودير، قال اذا كانت كي تصادف مفارقه وتحب تتخلص منها، لازم تجيب بناء مسلماتي اخر اكبر من الاول، تحل هذيك المفارقه. بصح ما دام هي منظومه مسلماتيه
اكبر من الاولى صح، بصح راح تجد فيها مفارقه اخرى. في المفارقه الاخرى تجيب واحده اكبر منها، انت تحل الاشكاليه هذو، بصح تلقى مفارقه اخرى، وهكذا دواليك مرارا وكرارا الى اين. فابقى بين السندان والمطرقه، فهمت؟ يعني انت لازم حريص باش تزيد تتقدم، لان البنيان نتاعك راح يتزعزع. لكن من ناحيه على بالك باللي راح تجدها، بصح ما عندكش خيار، تبقى بين اثنين. واش معناها في النهايه مادام عندي غير دقيقه؟ معناها لازم تمشي دائما لفوق. وين راك رايح لفوق؟ وين رايح؟ ما هو المنتهى؟ ما هو النهايه؟ هنا معناه يدفعك الى التساؤل عن المنتهى، فين النهايه نتاعها؟ هو نفس السؤال المطروح في العلوم، لانك تجيب نظريه، هاو نظريه مثلا تاع كوبرنيك باللي الشمس هي له، هاو جات نظريه اخرى قالت لا وكاين المجره وكاين لاكس دي موند وكذا، ولاكس دي موند كاين مثلا لي جالاكسي، ومن لي جالاكسي رايح، فهمت كيفاش؟ راح غير تزيد 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 برك. السؤال دا يعني يدفعك الى الطرح سؤال المنتهى، معناها الى اين الكمال؟ هذه هي القضيه، اين الكمال؟ لان النظريه نتاعو سماها لو تيوريم دانكومبليتود، سي با كومبلي. دونك وين سو تروف لو كومبلي؟ لو كومبلي لازم تبحث عليه، وين راه؟ عند الذي له الكمال المطلق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.